العشرات بل الآلاف من المواطنين يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي، ولا تزال الغارات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنه في ساعات الصباح ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في شمال قطاع غزة باستهداف منزل لعائلة دردونة، وأدى ذلك إلى عشرات الشهداء الذين وصلوا مشافي شمال القطاع. أيضا الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في تل الهوى، أدى ذلك إلى عشرات الإصابات، وهناك استهداف في شارع النفق أو في منطقة النفق في مدينة غزة، أدى ذلك إلى أيضا عدد من الشهداء والإصابات التي تصل تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي. مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة باستشهاد عائلة من عائلة صيام بعد قصف منزلهم على من فيه، بالإضافة إلى استهداف شقة سكنية في حي الأمل في مدينة خان يونس. هذه التحديثات حتى هذه اللحظة لعمليات القصف والغارات الأخيرة على قطاع غزة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة وفي كل حين على مناطق القطاع. فيما يتعلق بالواقع الصحي، لا أريد أن أتحدث أكثر من أهل الاختصاص الذين تحدثوا كثيرا ولا زالوا يتحدثون في كل مرة عن هذا الواقع الصحي الأليم في القطاع. سأتحدث مع الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور، يعني أود الحديث عن الواقع الصحي الآن في كل مستشفيات القطاع. حدثنا عن الإمكانيات التي تهالكت، عن الناس الذين نزحوا، عن إمدادات المياه للمستشفيات. كيف هي مستشفيات القطاع الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفيات قطاع غزة باتت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة مع قرب الإعلان التام على نفاذ المقومات الأساسية الخاصة بالطوارئ في مستشفيات قطاع غزة، حيث بدأنا نفقد بشكل واضح كميات المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات، إضافة إلى ذلك أيضا كميات الوقود التي كانت متبقية في خزانات المولدات الكهربائية أيضا شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى الآن لا يوجد مياه في مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر على مستوى قطاع غزة بل على مستوى فلسطين. توقفت قبل قليل خدمات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، وبها أكثر من 450 من مرضى الفشل الكلوي، توقفت بسبب عدم توفر المياه في مجمع الشفاء الطبي، وهذه كارثة كبيرة.